حياكم الله مشاهدي الكرام، منتصف الليل بتوقيت بغداد وحلقة جديدة من برنامج تجيك السالفة. سالفتنا اليوم مع رئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور محمود المشهداني. حياك الله دكتور. حياك الله، رمضان مبارك عليك وعلى مشاهدينا الكرام. ينعاد عليك بالصحة والسلامة. على كل شعبنا وكل أمتنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أنت من البداية متفاجئ على هذا بطل المي اللي بيدي، أريد بدي بيه الحلقة. هذا بطل المي ردت تسوي لك بتغيير في واقع من كنت رئيس مجلس النواب. إجابة عليه. هذا أيام معلومتي صحيحة حسب البداية. أكو شيء. صحيحة. أيام الاتفاقية الأمنية. زين. سيدي تعرف صدري طيب الله ذكرهم ذاك ديش الدورة كانوا يعني ناشطين أقرب إلى المعارضة منهم إلى المشاركين، وكانوا ممن لا يرون في أي فائدة في الاتفاقية الأمنية، وأنا كنت أميل إلى رأيهم. لكن باعتباري رئيس برلمان لا أستطيع إلا أن أعمل وفق ضوابط النظام الداخلي، باعتباري أمثل كل الكتل، يعني لا أستطيع أن أميل مع كتلة ضد أخرى حتى ولو كانت كتلتي. يعني القضية هذه معروفة. زين. احنا كنا ميالين بناء على نصيحة ايضا جتنا من الاستاذ نبيه بري. انا كنت رئيس المجموعة العربية فتربطني علاقات جيدة ويا كل رؤساء البرلمانات العربية. فسألت سؤال عن الاتفاقية الامنية، شنو رأيك؟ طبعا احنا اخذنا اراء اطراف عديدة لكي لا نخطأ، يعني تقول أخذنا مهمة. أنتم منو بذاك الوقت يعني كرأي؟ كل القادة بما فيهم رئيس البرلمان، معارفنا، دول، أصدقاء، خبراء. زين. فكان من رأيي أن نأجل الاتفاق التصويت إلى 18/1 باعتبار أكو انتخابات أمريكية، وخلينا نشوف الحكومة الجاية وين رايحة. الحكومة الأمريكية. الحكومة الأمريكية. علش مستعجلين والقضية يعني ما محكومة ببقت. أمريكان يعني يلحون على أن نكون ورقة بيد بوش في الانتخابات. إحنا طبعاً ما تمنى من يروح من يجي. وكان كنا ميالين جميعاً إلى التأجيل فعلاً، يعني كلام منطقي. اتفقنا على أن نأجل التصويت. فوجئنا في اللحظات أو في الساعات الساعتين الأخيرة من الإعلان، لأنه احنا المفروض أأجلها ونروح للحج، نروح إجازة للفصل التشريعي والنواب يروحون للحج وخلص بعد تنتهي الشغلة، بين ما يلتئم مجلس النواب هو احنا يعني كنت في وتكون الانتخابات الأمريكية صايرة. تمام. زين. فوجئنا بأنه كل النواب حضروا. تعرف من موجبات النظام الداخلي أنه جلسة التصويت إذا كمل النصاب لا يمكن رفعها، لا يمكن أن ترفع. زين. فما عندي وسيلة في رفع الجلسة إلا في عمل حركة، وهو أن يكون هناك نوع من الاضطراب في المجلس، ولا يستطيع رئيس البرلمان أن يسيطر على هذا الاضطراب فيرفع الجلسة. زين. وفق النظام الداخلي. هسه وصلنا تقريبا لبطل المي. اتفقت ويا عقيل عبد حسين بكذا كان رئيس الكتلة، قلت له ما عندنا وسيلة، انتوا تريدون تأجلون والجماعة حاضرين وراح يمشون، وتقريبا اكو قناعة نوعا ما بالاتفاقية، يعني مو تقول اكو بها بند التعويضات فقط معترضين عليها السنة يعني، واحنا كسنة ما متحمسين لانه ما يهمنا شرعنة الوجود الامريكي من عدمه. لكن بنفس الوقت المعارضة السنية والشيعية كانت تطالب بالجدولة، وحدثت جدولة بالاتفاقية. فتقريبا يعني التأجيل هو يعني من باب الاستئناس وأخذ الوقت للتريث ولكي نأخذ كل وقتنا ونرى كل الظروف. جيد. احنا هم راح نجي على التفاصيل، لكن وصلت المرحلة انه النواب كلهم حضروا. كلهم حضروا. بعد ما لقيت لك عذر قانوني ممكن ترفع بيه جلسة التجأت. إيه؟ نواب التيار الصدري. إيه ما تنفذت للأسف. قلت لهم يعني قلت له انت انتوا مو جهقانين وتهوسون وكذا، واحده من الهوسات مالتك بطل على الرئاسه. إيه؟ اعتيادي تعتبر يعني فوضى.
انه الرئاسه تضرب ببطل. وانا راح ارفع رح الجلسه، رحت عليهم بالناس قلت لهم يضربوني ببطل مي على مود ارفع الجلسه. فاي سالفه بطل المي؟ قالوا ما نقدر، تعذرنا يعني. شنو سبب رفضهم وياك شخصيا انه ما قدروا يتعاملوا؟ يعني هم محبه واحترام ويعني ما جت في ايديهم. اي فمشت. بس انت بالبدايه قلت لي جابك عليها. اي شو اذكرك يعني؟ كانت من المفارقات هاي، يمكن الناس مو كل الناس سامعها، ما حد يدري بها. لا ما حد يعرف. رايحين بهذا الاتجاه، تعتقد انه كان المفروض تصر على تاجيل الاتفاقيه وبعدين ترجعون تدرسوها اكثر؟ مع كل من يتحدث عن علاقتنا بالامريكان يتحدثون بيناتنا بيننا وبينهم اتفاقيه اطار استراتيجي. اكيد يعني الامريكان كانوا مصرين على تنبيه الاتفاقيه. احنا كنا يعني مكون السني كنا نقول ما عندنا مصلحه باتفاقيه، لا عندنا مصلحه بجيه الامريكان ولا عندنا دافع لكي يعني نبقيهم او نشرع وجودهم الى اخره، الا من نقطه واحده وهو مساله انهاء الاحتلال. مساله انهاء الاحتلال صداع كان عندنا، صداع اسمه احتلال العراق. فكل السياسيين كانوا يتخلصون من جريره الاحتلال بتمضيه الاتفاقيه الامنيه واعلان ان العراق تحرر. زين دكتور، حضرتك هواي كررت قضيه انه احنا السنه ما كان عندنا مصلحه بالاتفاقيه. هذا التفكير اللي كان سائل ذاك الوقت طبعا. على اعتبار انه هذا سائل منطقي، اي واحد يسمع يقول ليش ما فكرتوا شنو مصلحه العراق؟ ليش ما فكرتوا بمصلحتكم كسنه؟ مو هذا نوع من الحراك البرلماني يعني. تعرف كل كتلة اتحدث الفاصل حوالي 10 سنوات او 11 سنه بين هذا الكلام وبين تمام. يعني الحراك البرلماني انا ذا كتل، كل كتله ترى رايها في قانون، هي قانون زين الاتفاقيه. فاحنا ما كنا مندفعين باتجاهها باعتبار يعني احنا اصلا ضد الوجود الامريكي، فما نندفع باتجاه دعم هذا الوجود من خلال تخليصه من ورطة الدخول الى العراق او غزو العراق. وكان تعرف احنا علاقتنا شويه سيئه كانت ويا الامريكان، لذلك ما كان عندنا ذاك الاندفاع بعكس الاخرين اللي الامريكان يضغطون عليهم يقول لهم احنا سلمنا لكم حكم وانتم الان تتخلون عنا. فكان لديهم يعني ضغط هائل، ولذلك حضروا جميعا حتى المجاز هم دزوا عليه وجه. زين هو هذا السؤال اللي ممكن انه بذاك الوقت تعتقدون انه ما عندكم مصلحه ببقاء الامريكان على اعتبار انه انتم ما كنتوا طايقين وجوههم لانه جابوا لكم حكم شيعي للعراق؟ هو مو حكم شيعي، حكم شيعي ترى هو لحد الان لا شيعه حاكمين ولا سنه ما محكومين، هم الكل. لكن احنا نعتقد ان الامريكان جاؤوا بديمقراطيه كاذبه ودخلوا مع يعني ادخلوا مع هذه الديمقراطيه الزائفه فيروس طائفيه، ودخلت جاؤونا بالمثلث السني الشيعي الكردي، ومن خلاله كان لديهم اجنده لتقسيم العراق واضح يعني كما الان معروفه يعني. فلذلك كنا نعتقد انه ليس حكما للشيعه حقيقه، ولكن ايضا ليس يعني تهميشا 100% للسنه، يعني كل الطوائف كانت مشتركه. شلون كانوا يتعاملون الجلسات وبقت وجودك؟ الحديث كان يدور على انه السفير الامريكي كان يجلس فوق بالاخير والقرار النهائي يجي من عنده بعد ما يطلع على جدلكم ويخليكم على راحتكم شوي، بالاخير القرار يجي من عنده. يعني هذه معلومه مضبوطه بالنسبه لي يعني، يعني سبق ان قلته ولا نقلها. انا صدرت قرار انه السفير الامريكي ما يدخل البرلمان الا موافقتي. مشي هذا القرار؟ مشي، مش حد ما يمشي. فهاي معلومه شوي مبالغ فيها. يحضرون يعني يزورون البرلمان، يدخلون وفود ويروحون يجون، اما بها التوصيف هذا لا ابدا. ها يعني كان عندنا جاليري فوق وفود يحضرون، مواطنين يحضرون زين ومفتوح للذي يريد ان يعني يتابع جلسات البرلمان. اما بمعنى انه يشاهد ويرى، لا هو ما يحتاج لا يشاهد ولا يرى، هو توصل اول باول. توصل اول باول. زين بهذا الكلام شنو اللي تغير حتى نفسهم الرافضين الان يتحدثون تنقلب افكارهم ورؤاهم على ويتحدث عن ضروره عوده الامريكان الى العراق؟ شوف احنا من صارت الفوضى في بغداد وجدت كوانداليزا رايس هاي فتره 2006 اضطراب، هذا 2007 8 زين هذا الاضطراب الهائل اللي صار بالشارع
واللي سيطرت عليه الميليشيات الشارع والحكومة أصبحت يعني لا حول لها ولا قوة، وراها صارت صولة الفرجان وإلى آخره ونداء الماضي هاي مال موصل. كان الرأي أنه أنتوا جيتوا حليتوا الجيش العراقي وإحنا ما عندنا قدرة أمنية الآن لمواجهة الانفلات الأمني، فأنتوا طالما أن العراق لا يزال تحت الاحتلال بقرار من الأمم المتحدة فهذا واجب وعليه يجب أن تأتون بقوات. هم كانوا دريد يرققون القوات، احنا طلبنا منهم بقاء القوات للضرورة، أرواح الناس أهم من بعض القضايا اللي يدندن حولها بعض الناس. ولذلك منذ 2007 و2008 احنا طلبنا بتواجد أمريكي أكثر بعد أن صار هذا الانفلات، ووفق طبعا أن سيطرت الحكومة العراقية على الانفلات هذا واستطاعت أن تعيد الأمن نوعا ما بنسبة مقبولة للشارع العراقي، خلاص صارت قناعة بأن الوجود الأمريكي لم يعد له ضرورة، وبالتالي مضى كل الأطراف باتجاه الاتفاقية الأمنية، قلت لك مع اندفاع ومع برود من هالجهة. يعني الأخوة الكرد كانوا مصرين، يعني أنا وصفتها في وقت أنه الأخوة الكرد باطنا وظاهرا مع الاتفاقية، والسنة ظاهرا ضدها وباطنا معها، والأخوة الشيعة ظاهرا ضدها وباطنا معها. فأكو مواقف سياسية معلنة وأكو حق. شو اللي كان يخليهم بهذا التفاوت؟ بالظاهر يرفضوها وبالباطن يكونون يعني الأخوة الشيعة كانوا يحبذون أن يخرج الأمريكان باعتبارهم الآن أصبحوا متمكنين. الأخوة السنة ما يحبون الأمريكان لكن يشعرون بالفراغ، إذا صار هذا الفراغ سيملأ من قبل جهات ربما يعني تؤذيهم، ولذلك لا يستطيعون أن يطالبون علنا ببقاء القوات الأمريكية، ولكن سرا كانوا يتفاوضون مع الأمريكان ويقول لهم بقاؤكم مهم. زين، باعتبار أنه الفترة الأخيرة طرح اسمك كمرشح تسوية بعد الحراك اللي صار بالبرلمان وقضية جبهة الإصلاح، بينك وبين نفسك فكرت أنه لو رجعت للبرلمان كرئيس راح تتصرف بنفس طريقتك، طريقتك اللي كانت معهودة بإدارة المجلس لمدة سنتين وشوية تقريبا؟ لا شك يعني لا يمكن أن تتكرر التجارب بعينها، لكل دورة لها سماتها ومميزاتها وطريقة إدارتها. أنا أعتقد تلك دورة نادرة لن تتكرر، والأسلوب أيضا لن يقبل بعد ذلك. يعني الآن الأسلوب اللي دار به الأستاذ الدكتور سليم الجبوري، الأسلوب الهادئ العقلاني المبني على الصرامة القانونية، هو المهم باعتبار أصبح نضج. كنت ضحية بداية تجربة كانت غير ناضجة؟ ما ضحية، احنا على اعتبار انه انت اول رئيس لبرلمان منتخب بهذه الطريقة. انا مؤسس للبرلمانات اللي ما بعده، انا اسست البرلمان وما بعده هو نتاجنا. احنا في الدورة الاولى سلمنا التيار الوطني، الدورة الاولى دولة طائفية، كانوا يصنفوا عنها انها دورة طائفية، يعني التوافق والتحالف. احنا على سؤول الكرد باعتبار كانت السمة الغالبة علينا هو التكتل الطائفي، لكن نلاحظ انه احنا التكتل الطائفي مالنا السنة كان 44. بس اسمح لي حتى لنغادر هاي القضية، لا هاي نقطة كلش مهمة اذا تسمح لي. لا انا عندي الاهم. لا بس هاي ماشي فيها. 44 سلمنا الاتحاد للتيار الوطني، احنا طالبنا بانه يجب ان نغادر الطائفية الى الوطنية، فسلمنا للتيار الوطني اللي هي العراقية ودولة القانون. احنا بالنسبة لنا العراقية سلمناها 101، لكن التيار الوطني سلمنا 70 العام، ويمكن هذا 70 بكرة بأي عدد سيسلم. ولذلك كانت الدورة الأولى هي الدورة الناجحة الوحيدة. زين، أرجع للقضية اللي أنت تقول الدورة الأولى كانت تسمى أنه هي الدورة الطائفية، كيف دورة والمؤسسة بنفس الوقت. زين، كيف دورة طائفية برئيس مجلس النواب سني يهرب من مبنى مجلس النواب كشخصية أبو مهدي المهندس؟ ما هربته، مو تهرب، والكلام مو صحيح. الأمريكان طلبوا مني تسليم نائب، أنا ما كنت أعرفه بصراحة. تعرف تاريخه وتعرف شنو موجوده؟ نهاية ما أعرف عنه، تعرف عنه بالداخل محجوبين معلومات كثيرة، عن الخارج ما نعرفه. خصوصا احنا جينا رأسا من السجن للاحتلال للمقاومة، ما صار عندنا مجال يعني، وهاي الأرشيف ما موجود عندنا. فإجا زلماي قال لي أنا عندك نائب بالبرلمان أريده،
ليش؟ قال متهم بتفجير السفارة الأمريكية بال 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 بالكويت. شو وقت؟ ما أدري، قبل سنين يعني، قبل الاحتلال. خاصة هو دخل الاسم الحركة ومهدي المهندس، ودخل اسم جمال جعفر. تمام، منو اسمه؟ قال فلان الفلان. الأول أنا كرئيس برلمان عراقي ما ممكن أسمح لأي جهة مهما كانت، أنا طالبني بهذا الطلب، مجرد مطالبتكم لي هو يعتبر نوع من التعدي على حقوق، ولذلك أنا غير مخول دستوريا ولا قانونيا بأن أتعامل مع هكذا ملفات. الأخ جمال هو أصلا كان بإيران، الحديد دار على أن طلعت أنت برة يعني المالتة؟ لا، موجود يعني، هو موجود نائب عندنا يداوم بين فترة وفترة، بس هو ظاهر حس أكو كلام عليه، فهو في بقى. أنا المهم ما حركت هذا الملف، وكذلك ملف الأستاذ عدنان دليمر ما حرك هذه الملفات باعتبار أنا مسؤول عنهم، أنا رئيس برلمان ودول أعضاء عندي، شلون أسلمهم لجهة أجنبية بأي صفة قانونية وبأي صفة وطنية وبأي صفة شرعية؟ زين، خلينا اسمح لي فاصل ونرجع لنا حديث بهذا الموضوع والتعامل مع الأمريكان بذاك الوقت. شاهد الكرام، فاصل أول قصير ونعود. من جديد أحييكم مشاهدي الكرام وأحييك دكتور. هواية كررت قضية كيف نتعامل مع قوة محتلة، مع أجنبي، لكن الواقع كان يفرض أن هم لهم القوة الأكبر. يعني ممكن راح أرجع وأربط أقول أحد أسباب خروجك من البرلمان قبل انتهاء عملك كرئيس لأربع سنوات هو هاي علاقتك بالأمريكان وما تحملوك. طبعا هم الجهات كلها كانت آنذاك يعني غير محبذة لمجيئي كرئيس للبرلمان. لمجيئك لو لبقائك؟ لمجيئي. بعد ما صرت رئيس برلمان صار أمر واقع يعني. المهم أنا غادرت البرلمان والجميع يعني أصدقاء، ما عندي مشكلة ولا أحد. ومغادرتي للبرلمان كان محض إرادة خاصة بحتة لا يعرف بها أحد، ولذلك تفاجأوا كل الأطراف زعلوا. كثرة الضغوط عليك كانت كبيرة بذاك الوقت؟ نعم صحيح، طبعا الضغوط على الكل، بس مو هذا السبب، مو بسبب الضغوط. أنا جت لحظة من اللحظات قررت أن أغادر المشهد لأسباب شخصية. والمشكلة صارت على البديل. خليني أعرفها. أنا بعد أن حجيت وصليت صلاة استخارة في المسجد النبوي خلاص يعني مزاجي أصبح يعني بعد تمشية الاتفاق الأمنية بهالطريقة هذه شعرت أنه يعني وجودي لم يعد له بالنسبة لي يعني ما يحقق طموح. كانت هاي أول حجة لك؟ لا، مدت يعني ما مجموعة 6 مرات حجة. يعني كانت هاي مو الأولى، قصدي أنه الجواب أول حجة. بس أنا أولا شوف يعني بديت أشعر بالوحل، وتبين عندي التوقف بالغدة الدرقية، وصار عندي إغماء وتوقف بالقلب لمدة 25 ثانية، والعصبية المفرطة ظاهر بسبب هو هذا المرض يعني. بديت أشعر بالوهن يعني، ما بديت أقدر يعني أقاوم في البقاء 2 أو 3 ساعات في المنصة يعني. وخلاص قررت في لحظة من اللحظات أنه أطلع، تعبت يعني. فالمشكلة صارت على البديل. أنا طبعا من أطلع من المجلس الحواري البديل مالتي حواري لازم يكون، ما عندنا بس المنصب هذا. فهنا صارت المؤامرة بأنه أن يكون البديل من غير الحوار، وهذا يعتبر يعني تعدي وظلم علينا. ما استطعنا، ظلت 4 أشهر معاندين. آخر شيء شفت البرلمان راح يعني متعطل 4 أشهر ربما تنهار يعني المؤسسة، باعتبار مؤسستي وأنا أحبها واحد مؤسسيها المهمين. خلاص لا، بس هو البديل بعدين جاء للحزب الإسلامي. أنت أيضا كنت مرشح الحزب الإسلامي أتصور؟ لا، احنا الحوار الوطني، جبهة التوافق بها 3 جهات، بها الحزب الإسلامي، بها مجلس الحوار الوطني، وبها العراق، مؤتمر العراق مع الأستاذ عدنان الله يرحمه.
فاحنا الوزاره ونائب رئيس الوزراء الوزراء السياده كلها اخذوها الحزب الاسلامي ومؤتمر العراق. احنا اخذنا بس وزاره المراه اللي هي وزاره غير يعني بسيطه ورئاسه البرلمان. فمن يطلع رئيس البرلمان من الحوار لازم يكون بديلا ايضا من الحوار. دكتور شنو اللي خلى الحزب الاسلامي بهاي الطريقه؟ يعني حتى هاي الدوره من نتكلم عن الحزب الاسلامي 6 مقاعد او 7 مقاعد عنده، عند رئاسه البرلمان وعند وزاره التربيه. يعني اذا ما تكلمنا بالعدد اللي هو اللي يوصل، غير عندك انت هذا المنطق مالتكم، غير عندك مقاعد راح تاخذ على اساسها مناصب. يعني هذا مو لغز واضح. يعني الاخوه الغالب على الاخوه الشيعه هو التيار الاسلامي. وتعرفهم ما يميلون للعلمانيين، يمرون للاسلاميين، فتصير مرونه في التوافقات. هم يتحدثون حزب اسلامي يعني عمق الاخوان المسلمين، يعني المنظمات الارهابيه يجون يتعاملون وياه بعدين بالسياسه بهذه الطريقه؟ يعني هم كانوا حزب الدعوه والحزب الاسلامي دائما يقولون اننا ربعنا من ثدي واحد. وعلاقات متميزه منذ لندن وقبل لندن، منذ نشوء الحزب الاسلامي ومنذ نشوء، بل بالعكس يعني حزب الدعوه كان يعتبرون سيد قطب اصلا ملهم، من احد ملهميهم. فعلاقات تاريخيه قديمه يعني. زين، اذا هسه تحدثنا عن هاي العلاقات الاسلاميه، دائما تقول انت تتكلم عن عن نفسك، تقول اني سلفي وما اخاف سلفيتك، بس ماكو عليك اثار سلفيه. السلفي لازم لحيته ودائما يجاهر بالعمل الجهادي. طبعا كل واحد مثل الاسلام مذاهب وطرائق، كل واحد يفهمها بشكل، كذلك السلفيه. انا افهمها انها بدعه التعصب المذهبي. ولذلك عندما نتمحور حول إمام أو حول عالم أو حول أفكار محددة ما سوينا شيء، رجعنا خلينا نبقى على مذاهبنا الأصلية العظيمة الأربعة، أفضل لنا من أن نجي نختقلنا مذهب جديد. الأصل المذهبية مدرسة، العفو، السلفية مذهب، مدرسة وليست مذهب. والمدرسة تعتمد على أنك في الخلاف ترجع إلى النقطة التي ليس فيها خلاف، وهي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، ما كان خلاف بينهم. وفي الفقه مفتوح طبعا، هذا الفقه متغير والثوابت في العقائد، ففي العقيدة لا يوجد اجتهاد. ودخلت اجتهادات أيضا عقائدية صوفية غيرها إلى آخره، احنا ضد هذا الشيء. أما في التمذهب فأنا شخصيا يعني أميل إلى المذهب الشافعي، وهذا من حقي يعني، لكنه أنا لا أتعصب للمذهب الشافعي. يعني عندما أجد الرأي في الأحناف، بل حتى بعض السلفيين يعتبرون مثلا طلاق الجعفري يأخذون به أكثر من المذاهب الأخرى باعتباره أقرب إلى الكتاب والسنة وإلى آخره. فعندما لا تتقيد بمذهب محدد فأنت سلف. بمعنى شنو سلف؟ أنك مسلم كما سماك النبي صلى الله عليه وسلم مسلم. أما هاي اللفظة السلفية ليست هوية وليست مذهب، هي مدرسة. بس احنا الحديث مو قلت لك انا بالبدايه دكتور، الحديث على انه الحديث عن السلفيه راسا يروح للجهاد وتكفير المقابل. لا، هي بالفتره الاخيره التيار القطبي الاخواني اعتمد كلمه السلفيه، واصبحت السلفيه مرادفه للجهاديين والعقيده. لذلك شوف لما الان يتكلمون السلفيه الجهاديه والسلفيه العلميه، وقاموا يقسمون السلفيات، وانا اعتقد هذا بدعه ايضا من داخل البدع، لانه التيار السلفي اصلا مدرسه، وهذا هكذا افهم. وهو ويعتمد على عدم التعصب المذهبي، بدعه بالنص، بدعه التعصب المذهبي. ما حجم نقطة رأس سطر. جيد، ما حجم البدعه اللي نعيشها الان؟ بدعه ليس لها سلف. ليس لها سلف، يعني ما عدا مثيل سابق. يعني اصلا عايشين ببدعه؟ اي بدعه. هو شنو البدعه؟ يعني من كل شيء جاء على غير مثال سابق. فكل شيء ما له مثال سابق يعتبر بدعه. ولذلك هو اكو هيك مثال سابق. الخوارج مو هيك قبل، هو سلف البدعه الان التكفيريه الموجوده، احنا نقول دول خوارج العصر. يعني تقريبا اللفظه لا باس بها وصحيحه، بس هم حتى ذاك خوارج مو هيك. فلذلك هذه بدعه البدع والعياذ بالله. زين، خليني ارجع اليوم راح شوي، خلي اخذك اجواء رمضان ما راح اتكلم هواي بالسياسه والله علوها. اي العالم ملت من عندك. خليني ارجع لفتره تأييدك لل 2000 بعد 2003، فتره تأييدك للمقاومه.
دخلت وأيدت مقاومة، الطرف الآخر كان يسميها تنظيم القاعدة الإرهابي، يشوفها تنظيم القاعدة. مرة من المرات أنت قلت حولوا صورة المقاومة للمحتل، حولوها إلى جهات تقطع الروس. تمام. أكون من دخل بين هذا الطرفين، وبالفعل كانت هي على بداية نشأتها هي بالفعل مقاومة لمقاومة المحتل. بدايتها عراقية بحتة نظيفة. مثل نظافة ماء زمزم. أبد. رد فعل تلقائي. مسلمين وغير مسلمين وقوميين وأصلا يعني في كل من كل سنة وشيعة. فاللوجة الأولى دخلنا نحن والتيار الصدري لفك الحصار عن الفلوجة. ما كان أي شيء، كنا إحنا ضد الاحتلال فقط نهائيا. وعندما لاحظ المحتل ذكي أنه هاي مقاومة شديدة أمامه، فأول عمل قام به هو عمل على استدعى نجربونت 3 أشهر هذا الخبير وأسس المجامع السوداء. هاي المجامع السوداء مهمة عندها واحدة، أن تذهب في لحظة واحدة تنقسم إلى مجموعتين، قسم يقتل شيعي وقسم يقتل سني، وبالتأكيد السدج راح يصورون أنه السنة كتلة وشيعة وشيعة كتلة وسنة. هاي اللي بوقتها عرفت بفرق الموت؟ تمام. فمن ها هنا بدأ الفيروس، ومن ها هنا دخلت الأجندات الخارجية والمال الخارجي والفكر التكفيري. وبالتالي تدي مال ومحمي أيضا، يعني محمي حتى من المحتل، يعني أنت أكو ناس يقاوموا حقيقيين فده خلصهم. ولذلك المقاومة الحقيقية لم يبق منها أحد الآن إلا أعداد على عدد أصابع اليد ذاك اليوم مبشرين. هذا كل حكي مثل المقاومة، هذا حكي مقاومة ولا يندلها ولا يندلها، ما لهم علاقة. المقاومة الحقيقية صفيت بالكامل، إما قتل أو سجن وغيب ما نعرف وين صار، وما بقي هم يعني اللي بقى أحياء من عندهم هم اللي برا، واللي قاعدين برا أكيد أجندات ما نعرف نشوف، لكنه نحن لا نتهمهم لكنه لا نعرف. بس أكيد أما من يدعي الآن أنه يمثل المقاومة فأني أدعي زين. أني أعرف منهم بعدد أصابع اليد، أشهد لهم أنهم كانوا من المقاومين الشرفاء، أما الباقين ما نعرفهم، أجندات كلها دخلت. زين دكتورة أبو بكر، حتى على هذا الموضوع اعتقلت بال 2004، اعتقلوك الأمريكان اعتقلت على تأييدك للمقاومة، لكن اللي مأيدهم يعرف توجهاتهم، من يجي دعمهم بذاك الوقت؟ ما معقول ان ماكو دعم خارجي، كان قلت لك القضيه انا 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 اتكلم عن ما اعرف زين. القضيه داخليه تعرف كل شيء اعرفه هواي. فالقضيه داخليه بحته، وما اكثر من السلاح ما خلفه النظام السابق، وتمويل ذاتي، والعمليات نظيفه جدا ضد المحتل فقط. من بدأت تصير عملية، من دخلت الطائفية ودخلت هاي الأجندات وبدأ التكفير وبدأ التزيل وبدأ الصراع على السلطة وبدأ أنا ذاك احنا سحبنا ايدينا، لأنه هاي أصبحت ملوثة، أصبحت ملوثة. لا خلينا عاد سحبنا ايدينا، شلون كان نوع المسك اليدي عندكم وياهم؟ يعني بصراحة بسبب يعني سبب انه احنا يعني توقفنا، شلون كان سبب اخر انه فرض علينا اجنده احنا ما انتمينا لها. لما عند اشوف اجنده مثلا قاعده من دخلت يجوي عرب اجانب، هذا العربي ما تقدر تعرفه هسه، لو انت مثلا حضرتك تجيني منو انت فلان الفلاني، اعرف امك ابوك، اسال على منطقتك، افتهم انت شنو، منو دازك، شنو اصولك، تاريخ. اما هذا يجيني عربي من برا لحيته لهنا انا ويدعي ما يدعي، وانا ما اعرف، ربما اسرائيلي هذا ما ادري به، ما عندي معلومات، ما اقدر اسال عليه، ما اقدر افتهم شنو السي في مالته. يابا انتم اذا جايين للمقاومه تجون غير جنود وتدعمون، لو تجون قاده لا، كل من شايل له صره مال الفلوس واعلن نفسه امير، وتعرف القضيه بعد اخذت مسارها واضح. خليني ارجع لقضيه انه سحبنا ايدينا، شلون كان نوع التواصل ايديكم بديهم، شنو هذا نوع التواصل؟ انت تقول سحبنا ايدينا، ما شفنا هيك الموضوع، سحبنا ايدينا طبعا. تنظيمات كانت، فكثير من علاقتكم بهاي التنظيمات علاقتكم شنو بهاي التنظيمات؟ احنا مجلس الحوار كان هو المكتب السياسي مال المقاومه، شنو طبعا علاقتنا بها كلهم. فاحنا طبعا طبينا العمليه السياسيه باعتبار احنا سياسيين بالاساس يعني، وفوجئنا انه هاي الاجندات الخارجيه بدها تتكفر بينا احنا ايضا.
جاي من برا هو ولحيته، يكفر أهل البلد، وبدأ يتصدى للطرف الآخر بطريقة طائفية. أنت تعرفها شلون صارت طبعا ما عندنا مصلحة، أنا بالعكس احنا نريد نقاوم المحتل، نتماسك احنا العراقيين بيناتنا سنة وشيعة وكرد وسعي. جيد دكتور، راح اجيك على هاي قضية التكفير، من اللي حقق وياك المعتقل بوقتها بال 2004؟ امريكان، واحد من قطر اجا والباقيين ما اعرفهم. يعني امريكي جاي من قطر، يعني من قاعدة سيرية امريكية حقيقة جت من قطر، والله 9 ايام يعني تحقيق عادي، اسئلة اجوبة يعني ما كان يعني بس كان عندهم يعني عندهم خريطة كاملة لكل المقاومة إلى حد الفصائل الصغيرة. يعني في هذه الحالة ما يقدر تظلم عليهم شيء على اعتبار أنهم جايين بمعلومات. أنا ما حكيت شيء لأنه أصلاً ما أعرف بالتنظيمات، أنا سياسي يعني مكتب سياسي. فلكن شفت عندهم هاي بعدين من طلعت ترى شفت 1 2 3 قالوا صحيح كله صحيح، خصوصاً على جيش محمد البعثي يعرفون إلى حد الحظيرة مالته. عجيب ما أعرف. تعجب هو بالذات مخترقين يعني مين هم هاي المعلومات غير مخترقين؟ تجي اكو ضباط مخابرات اشتغلوا مزدوج زين. المقاومه من غير البعثية، المقاومه الاسلاميه مقاومه بسيطه صعب اختراقها لانه الامريكان ما يندلوها، يعني ما لها جذور، ما لها رؤوس واضحه سابقا، ما متعاملين وياها، اخذوا وقت يلا اخترقوها. زين، علاقتك قويه بالاعتقال جبتها علاقتك قويه بالاعتقال جبتها بال 80 وبال 2000 هسه تحدثنا عن 2004. الغريب انه الاعتقال مال 2000 حدث في 9/1/2000 الساعة 1 بالليل. نفسه تكرر 2004. تكررت نفسه 9/1/2004 الساعة 1 بالليل. في فرق كان عجيب ونفس الملابس. ونفس الملابس. نفس الملابس. انا عندي المعلومة تجيك علي بس مال نفس الملابس وما عندي هالمعلومة. عجيبة يعني نفس الملابس ما بدلت ما لحقنا نبدل. زين. عجيبة يعني بس الفرق بين 2000 و2004 بين 2000 دفعت رشوة وطلعت؟ لا هي كمت ليش طلعت بالعفو. اكو واحدة من عندي المعلومة واحدة من المرات دافع رشوة انت؟ هذه يعني حتى يشوفونا يعطونا فلوس اهلنا. ها اي احنا نسميها رشوة خير، هو يعني ممنوعين من المواجهة، فامهاتنا نسواننا يعطونا فلوس حتى بس يشوفونا من 2000 بغت لي الاجابه كان عدمه واحنا مؤبد طلعت بالعفو غير رشوه هاي يعني طلعت بالعفو اي بالعفو طلعت. هم كانت القضيه انتماء الجهات معاديه لنظام صدام حسين؟ اكيد كان تنظيم معادي مو معادي يعني هم مصنفين تنظيم يعني قاسي تصنيف ما اتذكر كانوا يسمون يعني اولا اسلامي ثانيا بجنبة عسكرية. بس دكتور مو غريبة انه تعتقل بهاي الطريقة بسبب هذا الكلام اللي تقول عليه حضرتك، وبالمقابل تقول لي اجونا من الخارج ما اعرفهم ولا اعرف تفاصيلهم لدرجة ما طلعنا برا ما طلعنا يعني بره. معارضة الداخل ما عاد ارتباط بمعارضة الخارج؟ احنا بالنسبة لنا ما عاد احنا حدود معرفتنا الحلبشة وجاي وصارت متأخرة وما عندنا هاي المعلومات، أما دول اللي كانوا برا ومؤتمرات وكذا هي ما عندنا علاقة. عانيتوا من عندهم من رجعوا ما قدرتوا طبعا ما نعرف لهم، بس ما نعرف الزين من المو زين اللي جاي نظيف واللي داز المخابرات. هاي حلوة ما نعرف لهم. ما نعرف عندهم عندهم شغل. ولحد الآن هاي المشكلة ترى يعني لحد الآن مشكلة الجوانا من الخارج استبدوا بينا وأخذوا كل المناصب ودول كلهم مرتبطين ما نعرفهم شنو. ولذلك احنا الآن نعتقد أن لو ان المناضلين الداخل مسكوا اللي هم اصل السجون واللي طلعوا من السجون واللي مسكوا القاع مو اللي قاعد هناك بالفنادق يفترون وما نعرف منو يدعمهم منو يمشيهم منو يستشيرهم، فلو ماسكين احنا النظام طبعا الامريكان ما من مصلحتهم احنا نمسك النظام انه ما عندهم علاقه بينا وما عندهم ارتباطات، الداخل ما عنده ارتباط بكل الاجهزه المخابراتيه العالميه ولذلك هذا هذا مو تصغير لتاريخ الشركاء اللي طلعوا برا، هم طلعوا من ظلم يعني ما دا اعمم لا ما دا طبعا هم طلعوا ظلم بس هو 20 سنه ظل برا ما نعرف ايش سوى بعد. احنا رابع يجوز يعرفوه احمد بالنسبه لنا المعارضين اللي خارج النظام من السنه ما عندنا ارتباط بهم بل ما نوثقهم. اما الاخرين ما نعرف يعني يجوز عندهم ارتباط يروحون يجون ما نعرف ما نقدر نحكم عليه. خلينا نروح الفاصل الثاني، الوقت وياكم شي سريع. خلينا نروح الفاصل الثاني مشان الكلام، فاصل ثاني واخير ونعود.
من جديد احييكم مشاهدي الكرام، وايضا من جديد احييك الدكتور محمود. من النائب اللي اخذته ذاك البريطانية معمم مقدم؟ خليني اكمل سؤالي. قدمت على انه هو الشيخ اسامة بن لادن. الشيخ ابو نمر الشيخ عبد الناصر، هو يعني الهيئه مالته عبد الناصر من النوع الصوفي زين، وعمامته ولحيته والطقاقيه اللي لبسها هيك بلا هذا يعني الحذاء يوم طويل زين، وهو قاعد يعني هاي دبته من قبل عبد الناصر الجنابي. عبد الناصر الجنابي فهو يعني تدري من الحوار ويانا يعني فصارت مفارقه يعني جفل هذا. اي هو شوية حط على خاطره بس مشينا عليها. إيه. سالف لي اياها شلون 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 دخلت وياه؟ هو دخل ويانا وهذا بريمر مو بريمر اسمه هذا رئيس وزراء مالتهم بلير. ما تفاجئ بالهيئه. انا لمحت التفاجؤ مالته، قلت له قلت له اقدم لك اسامه بن لادن العراقي. طبعا هم سبق ان فاتحين قناه احنا كانوا ويانا بالحوار، كان البريطانيين وزير الامن وزير الدوله لشؤون الامن مالتهم فاتح حوارات شايفنا وشايف عبد الناصر بالحوار يجيون يعني يفتحون على مود المقاومه بوقتها يعني حوارات وكذا الى اخره ومساله العمليه السياسيه باعتبارنا احنا يعني نمثل العمليه السياسيه. فشفت مثل استغربها، قلت عادي مستغربها اثخن لي اياها. فصارت بوقتها هي مزحه، هي ضحكه، هي جفله. على ود تمشي عليهم. دكتور هذا هسه انت من جبت الشخصيات يعني تدري اكو عليها اشكاليه. جبت اسم عدنان دليمي قلت الله يرحمه، جبت اسم هاشم هاشم لا مو هاشم اكو عدنان ضف من عدنان دليمي. هذا الحكي ما تسمع الحكي مال التسقيط السياسي. رجل مسلم نظيف لا احنا لا نعرف عليه شيء بس راح ازعل بها من تقول عندنا انظف من عنده يعني كل هاي الكلام اللي دار حوله. اعطيني ملف عليه عدا هاي الدعايه اللي بكتها اتهموه انه دا يهجر الناس. هو رجال احنا نعرف به لا يهجر ولا قاعد خلص اربع سنين بال شو اسمه وعلاقته اصلا بالمجلس على بالهذا كلش قويه كانت. فما عليك بال يعني استمرت عندكم هاي القضية ويا شخصياتكم يعني حتى من ذكرت أيضا خلينا نجي على عبد الناصر الجنابي واستمرت إلى طارق الهاشمي ورافع العيساوي. يا أخي والله ملفات سياسية لو ندري بها مو ملفات سياسية تدري احنا يعني هم قدام الله احنا صيام ما نقبل يعني. بس احنا عندنا يعني يقين بأنه هاي قضية ملف سياسي وفبركة سياسية وجزء من التسقيط السياسي اللي صار والمواحكة بين الزعماء ولذلك لا نأبه لها يعني احنا تقييمنا لنا وما تقييمهم لهم. بس انتم اي جلسه للحوار تخلون رجعتهم بالمقابل هم يروحون لان نعتقد مظلومين يعني ما تقبهون لهذا الموضوع. ليش تطلعهم؟ ليش تطلعهم؟ شو مسوين حتى تطلعهم؟ انت متهمهم اتهامات باطله مثل ما انت مسوي اتعس من عندهم شو احنا؟ فلذلك اللي دخلوا بالعمليه السياسيه المفروض يعني شويه نحترم العمليه السياسيه. يعني هم دخلوا في العمليه السياسيه تجي تتهمهم يعني فوق احنا لو ما داخلين بالعمليه السياسيه انت تقدر تسوي دوله؟ فلذلك انا اعتقد هناك يعني حقيقه وقع ظلم وقع عليهم. جيد دكتور هسه اذا الظلم ما وقع عليهم خلينا نفتح الملفات هسه مو يعني خلاص خلينا نفتح الملفات ويطلع الصدق. دكتور خلينا نرجع هذا الموضوع مهم اذا ما رجعنا للبدايه، ندمتوا بعدين على تاثركم بالفتاوى اللي تحدثت او رفضت وجودكم بالعملية السياسية انخراط ولدكم بالقوات الأمنية؟ ما تأثر. احنا استمرنا بالعملية السياسية وكنا على يقين أن في النهاية سيفهمون أن هذا هو الطريق الصحيح رغم ما تعاملوا وياكم كعملاء. هسه هذه تسقيط حاجة احنا من نتعامل وياهم كجهلة إلى آخره، لكن احنا العملية السياسية دخلناها بيقين وبفتوى صريحة من كبار علمائنا وكانت الفتوى صحيحة وأثبتت الآن صحتها، والان كلهم يتقاتلون من اجل الدخول في العمليه السياسيه. اذا راينا هو الصحيح. بعدكم بعيدين عن المؤسسه الدينيه. احنا السنه ما عندنا مؤسسه دينيه. السنه مرجعيتنا هي السلطه. وكنا دينين. يعني بالفتوى كنا مفتين. ما عندنا مفتي واحد. عندنا واحد متخصص نساله ملا شلون فلان موضوع شلون
وعادة كل المراجع الدينية تتبع السلطان عندنا بالسنة عكس الجماعة. الآن الحكومة والقادة كذا إذا ما تقدر تخالف المرجعية، إحنا ما عندنا مرجعية، إحنا إذا اقتنعنا بشيء نمشي، هاي ميزتنا يعني. مرجعيتنا السلطة، فلمن راحت من عندنا السلطة ما بقت عندنا مرجعية. الدين عندنا للجميع، ما عندنا واحد متميز هو هذا اللي يتبع، ولا عندنا علماء نسألهم نحترمهم نصلي وراهم نسألهم فتاوى دينية، أما في المجال السياسي وفي إدارة الحياة وصناعة الحياة لا، قادة السياسيين هم. بالفترة الأخيرة باجتماعاتكم السياسية قمتوا تقعدون المجمع الفقهي وياكم؟ من باب الاستئناس، ما بيش يعني، احنا مو ضدهم، بالعكس هم بالعكس هم ركن ركين من المجتمع، لكنهم مو هم اللي يقررون هاي الفلف. يعني الآن المرجعية الدينية الشيعية إذا قررت شيء خطأ ما حد يقدر يتجرأ أن يتجاوزه، لا صغير ولا كبير. احنا عندنا نقاش يكون مفتوح، ممكن نقتنع ممكن ما نقتنع، بس بنا حتى ما عندنا تقليد، احنا ما عندنا تقليد. ايه وهذا بنقاشاتكم تقولون احنا لو عندنا تقليد وعندنا مرجعين نرجع لها مثل الشيعة كان صارت قواتنا أكبر. لا مو صحيح كلام هذا، يعني ما الواحد جاهل ما يفتهم. شو العلاقة؟ شو العلاقة؟ ما له علاقة. ما ممكن انه تعتمدون على تخلون يعني تخلون الدافع الاول او الواجهه الاولى لكم هي واجهه دينيه؟ ما نستفيد منها، ما راح نتفق عليها اصلا. ما راح نتفق على يا مثلا على الشافعي على الحنفي على الحنبلي على السلفي على الاخوان، عليه ما راح نرجع، ما راح ندخل بمعمعة. فعلوا ماشيين، احنا 1400 سنه السلطان هو القائد وهو المرجع، وهسه احنا عندنا المرجع مالتنا رئيس البرلمان. ليش مو رئيس وزراء؟ رئيس وزراء مو شيعي، انت تقول على المرجعيه للسنه، اذا للعراق رئيس وزراء هو المرجع. لكنه للمكون السني لا، رئيس البرلمان. تقدرون تفصلون بين هاي القضيه والقضيه السياسيه؟ لا، اذا تحولنا الى دوله حقيقيه هاي القضايا ما لها علاقه. لا تعاملكم تقول مرجعيتنا رئيس البرلمان، يعني هو اعلى سلطه عندنا من السنه. اذا يريدوا يقعدون السنه على صفحه فهذا رجال اعلى سلطه. واعلى سلطه حتى من السلطه الدينيه، بل هو المرجعيه الدينيه تتبع. اي مساله معروفه يعني، بس الجماعه ما صار عندهم هوش. اما من الناحيه السياسيه لا، احنا عندنا السلطه التشريعيه اعلى سلطه، وتاتي وراها السلطه التنفيذيه، والسلطة القضائية سلطة مستقلة نتعامل معها تعامل دستوري قانوني، ما عندنا مشكلة. لا ما ننسى، خلينا نرجع لهذا الموضوع. يعني يقعد الدكتور المشهداني ممكن انه يسمع من سليم الجبوري ويفرض عليه رأي؟ سليم يفرض يعني؟ ايه دكتور سليم؟ ايه لا، انا اقول هو اعلى، ما قلت هو المتبع. اعلى سلطة صحيح. صارت مزاجية. مو المتبع يعني، هو نفس احنا شوف المرجعيه مالتنا السلطه. فنختار افضل واحد نخليه وين؟ باعلى منصب عندنا. طبعا الراي يكون معتبر، يعني عنده معلومه وعنده اتصالات، وهو يعرض هذا الامر على الهيئه السياسيه، والهيئه السياسيه تقتنع وتقرر وتمشي. زين. انا ذاك المكون كله يمشي وراه. هاي شنو المقومات هاي القضيه حتى المكون كله يمشي؟ لان هسه انتم تقولون عليكم ما هم انتخبوهم دولة. دولة منتخبين. وانتخبوه كم من وياهم؟ اي احنا عن بصل عن بالهيئه السياسيه. احنا منتخبين. زين. هاي عندنا سلطه شرعيه يعني قانونيه دستوريه. زين، خليني الدقائق الاخيره لازم شويه نمر على السياسه، بس الوقت الاكثر ابتعدنا عنها. قضيه المؤتمرات الخارجيه باعتبار قلت منتخبين من الهيئه السياسيه. اي مؤتمر خارجي ما اقبل. اكو حراك جديد للمنظمات المجتمع المدني للجهات غير الرسميه، هسه هذه بالله مسكوت عنها اعتبارها مؤتمرات دوليه غير 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 مسيسه. اما ان المكون يخرج برا، انتم جوا ما اذا ما اتفقتوا هين، هسه احنا الهيئه السياسيه قاعدين، اذا ما اتفقنا بالهيئه السياسيه نطلع بجنيف نتفق؟ اثنين، دا تاتي عناصر اصلا ما عندها تمثيل شرعي، على شو هي مقدمة نفسها يعني؟ شو تمثل هي؟ احنا التمثيل الحقيقي للعرب السنة في العراق هي العملية الانتخابية. اللي ما داخل بالعملية الانتخابية نحترمه، عنده وجوده ما عنده وجوده ما نعرف نقيمه احنا. ربما عنده وجود شخصي يدخل بالانتخابات ما يجيبوه، اكو هواية قادة
الآن يملؤون الدنيا ضجيج بالعلا هذا، دخلوا انتخابات ما جابوا واحد. يعني شو احنا بالنسبة لنا ما 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 دكتور اسمح لي يعني هسه ما راح ابني على رأيك، لأنه ما دزوا عليك بواحد من هالمؤتمرات ورشحوك من ضمن الانتخابات اللي صارت كل يدزون عليهم. وهي انت هسه الآن الهيئة السياسية تمثل هي كل الـ70 نائب قاعدين بالهيئة السياسية أكيد فيمثلوهم. لا دكتور أكيد من يريد يسوون مؤتمر عن دكتور يعني قصدي أنا أقول لك أنا محمود مو بالضرورة على شخص دخل لا البرلمان بال 2014 أي مو بالضرورة مو بالضرورة نسيبة ما تعرفني مثلا تعرف نسيبة مو؟ لا أنا بس ما أدري لسه أي مكون الديرة نسيبة المهم اللي يهمني وخلي اسمح لي يعني من ضحكي. اليوم الاول في البرلمان ما اخلي واحد يحتويني. انا رجال عراقي وطني نظيف شريف احب اهلي. عندي قدره اقنع شريكي اهلا وسهلا، ما عندي قدره اقنعه مو اطلع بالجنيف اسوي مؤتمر. زين. ما الان تسويه مقدمه من الطرف الشيعي الى الطرف السني. تسويه تاريخيه. بعد انت رايح هناك شو تريد تقول؟ ما إلى مبرر. لو الأخوة الشيعة ما يقبلون بالتسوية ربما تلجأ إلى طرف آخر للضغط على الشيعة لكي يعدلون المسار، مو صحيح؟ الآن الشيعة عندهم مبادرة علينا أن نجاوب، وجاوبنا وياها وقدمنا الرؤية مالتنا، ونحن ماضين بعيد عن الإعلام وضوضاءه وبعيد عن المهاترات بلجان فنية لصياغة الرؤية الوطنية المشتركة بين كل الأوراق التي قدمت إلى الأمم المتحدة. زين أولاً هذا هو الحل، أما أروح أنا أقعد بدنا بالبروكسي شري أسويها. هو هذا الموضوع، أولاً تسوية داخلية، يعني بهاي الحالة إذا صار الاتفاق الداخلي بعد غصبا عن الخارجي ماكو شيء اسمه تمويل خارجي بالنسبة للبعض. تمام. تصدر الدكتور محمود المشهداني لهذا الموضوع راح يسحب البساط والقوة الخارجية اللي يعتمد عليها البعض، ما راح يلقونهم نفس القوة اللي موجودة داخلياً. ولهذا ما راح يسمحوا لك بكل هذا التحرك وبعدوك عن كل المشهد الخارجي. لا لا بالعكس، أنا الآن اتحاد القوى 70 نائب. اتحاد القوى هو اللي يقدم الرؤية باسمه، رؤية العرب، رؤية اتحاد القوى. وأنا رئيس اللجنة الممثلة لاتحاد القوى. أنا لست شخصا الآن، إنما أتكلم باسم أخوتي وأطرح ما يطرحونه. ونتفق عليه، مو مجتهد حتى أصيب أو أخطأ. أنا ناقل، أنا عبارة عن سكرتارية للمكون، أوصل هذه الأفكار وأنضجها بعد أن ينضجوها هم أنقلها إلى الطرف الآخر. لذلك ماكو اعتبارات شخصية عندنا، ولو أكو اعتبار شخصي ما نجحت التسوية، كان فشلت من أول يوم، كانت مالكة والجماعة بيناتهم كل من يقول عاني والأخ يقول عاني. جيد دكتور، أنا بقى عندي دقائق، خليني اسمع على عجاله كل اللي لقيته. بديت من مجلس الحوار اللي لقيته هو المكتب السياسي للمقاومه العراقيه بوقتها، الى ائتلاف الوطنيه يعني مع الدكتور علاوي الشخصيه العلمانيه، ورجعت للحاضنه بعنوانها السني. ما اعرف شنو هاي، اعتبرها تنقلات تقلبات، لقيت نفسك بمكان ما لقيت نفسك بمكان ثاني. أنا ما كنت أبحث عن نفسي حتى ألقاها وما ألقاها، أنا معروف. زين. يعني أنا ملقي من قاعي ملقي. سياسيا على الأقل. سياسيا على الأقل. لا، كان ضمن يعني مواقف مدروسة أنه أكو نسبة من العرب السنة سيذهبون إلى التيار الوطني، وهؤلاء ينبغي أن ندعمهم وننضج روحهم. وبالنتيجة شكلنا هيئة يسموها الهيئة السياسية اللي هي تمثل المكون المحافظات الستة المنكوبة بغض النظر عن كون وطنية أو غيرها. فشكلنا هيئة سياسية 4 من الوطنية و11 من اتحاد القوى. هاي الهيئة هي تشرف على شؤون المحافظات الستة، وبقينا بهذا، بقيت بهذا الموضوع، لا طلعت منه ولا طبيت هنا. بقيت بنفس الدائرة. نفس الدائرة. ليش؟ لأن هو هذا اللي يخدمه عنا. عندك دائرة جديدة بالمرحلة المقبلة؟ أنا الآن حقيقة مهموم، لأنه أرى هذا التشظي، وأخشى أن هذا التشظي سيؤدي. تشظي السني؟ طبعا. يعني أولا مكون الشظة، الآن العملية السياسية أيضا انشظت، فمستقبلنا بالانتخابات شو راح يكون؟ ولذلك الآن أعمل جاهدا على تسوية سنية
يعني سياسية داخل السنة بأن نجمعهم كلهم في وعاء واحد بدون التعدي على خصوصياتهم. بس انت تشوف الضرب شلون صار عليك بعد ما تصدرت كل شيء لهذا المشهد؟ معكم منو ضرب؟ تطلع يقولون الدكتور محمود بشير انا تصرف بالوحده وراح ودى الورقه. شلون؟ يعني هذا ابسط شيء. رئيس البرلمان اي لا، رئيس البرلمان موجود، ورئيس كتله اتحاد القوى موجود، ورئيس كتله متحدون، ورئيس المكتب السياسي مال المشروع العربي اللي هو ظافر العاني موجود. بعد انا شنو يعني؟ ما صدقت انا. يعني رئيس لجنه، مو انا المتصدر، انا رئيس لجنه الاعداد. اما هم اصحاب القرار دول اللي قاعدين ثلاثه. لك واهس بعد ترجع رئاسة البرلمان؟ لا. شو سوبي؟ بس ترشحت يعني كمرشح تسوي. شو سوبي؟ انت صرت رئيس برلمان، هسه بنصير رئيس برلمان جديد يعني شنو؟ اعطي مجال للجيل الثاني. اعطي مجال حتى يعني ياخذون فرصتهم، ما مشلب كل سامان، اخذت مشيلك ومشيل عيالك، ما يصير. اني من اول ما انطرح نظريه الانسحاب الى الاعلى وترك الساحه للجيل الثاني، خلاص اخذنا فرصتنا احنا. بوقتها بلقاوية سميتها الازاحه الجيليه. الازاحه الجيليه، وانا سميتها الازاحه المشهدانيه باعتبار راح تجير لك. هاي اول ما طرحتها بحوار بغداد يعني شويه ما استوعبوها، بعدين الان اصبحت نظريه ماشي. ممكن يتعاملون وياها يعني ممكن يتعاملوا بدوا يتعاملون وياها. بس جاذبيه تناسب قويه. بس انا لاقي حل. أن الجيل الأول يصعد إلى مجلس الاتحاد اللي هو مسؤول عن الوطن، يمثل الوطن، وإحنا بحاجة إلى مجلس يحافظ على وحدة الوطن، لأن الأجندات الخارجية الآن كلها تعمل على تقسيم العراق، فالآن مجلس الاتحاد أنا بالنسبة لي أصبح أهم من مجلس النواب. زين، خليني أشكرك. ممنون. الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الأسبق، شكرا لك والوقت اللي أعطيته. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت، موعدنا يتجدد بحلقات أخرى. مع السلامة.